السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الحصري اللي غادي نخصوه الحديث على واحد الموضوع. أي واحد شرى تلفازة جديدة ديال سمارت تي في، شنو خصو يدير فيها؟ إذا هناك مجموعة من المراحل في الإعدادات اللي هي ممكن على أنه شد الكتاب ديال التعليمات يمكن له يتبعها، أو بطريقة بسيطة على أنه يتم الإعداد ديالها على مستوى اللغة، على مستوى الصورة، على مستوى مجموعة ديال الأشياء. أنا ما غاديش نهضر على داك الشيء هذاك، ولكن غادي نهضر على ما بعد الإعدادات الأولية اللي كتتم على شاشة التلفاز ديال السمارت تي في. الإعداد ما بعد هذه الإعدادات هذه الأولية، غادي نهضر على واحد الموضوع اللي خاصة التلفاز ديال سمارت تي في ديال سامسونج، اقول ديال سامسونج لان عليه غادي نديروا التجربه. وكذلك هذا لا يعني ان انه باقي الاجهزه لا يعني هذا الامر، ولكن يمكن لهم يستفيدوا كذلك مما اقوله وتطبيقه على باقي الاجهزه الاخرى. اذا الموضوع ديالنا ديال هذا اليوم هذا هو من بعد ما ندير الاعداد الاوليه ديال الجهاز، شنو خصني ندير؟ اول حاجه خصني نربط شبكه، نمرر، ندوز ساتحدث بالدارجه وباللغه العربيه المفصحى حتى يفهمني الجميع، باش تفهموني كاملين، على انه غادي ندوز الانترنت كما كنقولوا بالدارجه العاميه، الانترنت او الواي فاي لهذا الجهاز هذا ديال سمارت تي في. وهذه العمليه هذا راني سبق لي شرحتها في واحد الفيديو سابق، ضمنت نخلي لكم الرابط ديالو اللي ما شافش الفيديو حول كيفيه اعداد مثل هذه الاجهزه هذه والربط ديالها بالانترنت. غادي نخلي لكم صندوق الوصف، غادي نخلي لكم الرابط اللي بغى يشوف الفيديو، ولا ممكن تدخل على القناه ديالي ديال سرحان برو وتشوف جميع الفيديوهات المتعلقه بالسلسله حول جهاز التلفاز ديال سمارت تي في. اذا هذه اول نقطه، هذه سبقنا شرحناها. النقطه الثانيه اساسيه جدا هي ما غادي تبدا تيليشارجي لي زابليكاسيون، يعني باش تستعمل التطبيقات اللي متواجده على هذا الجهاز هذا ديال سمارت تي في، الا بواحد الحساب. خصك يكون عندك حساب ديال سامسونج. جميع اجهزه سامسونج واضعه واحد السيت ديالها، ويمكن لك على انك كتدخل له وتسجل من خلاله على اساس انك تكون متوفر على جيمايل او ايميل. به غادي تسجل بالسامسونج، وبه غادي تبقى تستعملوا دخلوا لهذا الجهاز هذا كما غادي نوضح لكم، غادي تسجلوا هنايا وغادي يولي عندك حساب ديال سامسونج، وبالتالي لانه يمكن لك تحمل التطبيقات اللي موجوده على المتجر ديال سمارت تي في ديال هذا الجهاز هذا. اذا كذلك نفس الامر بالنسبه للاجهزه الاخرى، سواء ال جي او اي تلفاز. بالنسبه للاجهزه ديال الاندرويد، يعني مساله ديالها محلوله، يعني التعامل معها كيتم كذلك مثلها مثل الاجهزه ديال الهواتف الذكيه، لانها فيها البلاي ستور. بلاي ستور كل شيء كيعرف كيفاش يسجل وكيفاش انه ممكن يحمل التطبيقات منه. اذا هذه الاجهزه هذه خصها، قلنا على انه يكون عندك حساب. خليكم معايا اصدقائي صديقاتي، نوريكم كيفاش تدخلوا الحساب ديالكم اللي فتحتوه، اللي يكون فتحتوه في سامسونج، باش انكم يمكن لكم تحملوا منه، باش تحملوا التطبيقات من هذا الجهاز هذا. غادي نخلي لكم الرابط كذلك ديال فتح حساب ديال على لاجهزه سامسونج، يمكن لك تستخدمه في اي جهاز، سواء بالنسبه للهواتف ديال سامسونج او بالنسبه لاجهزه ديال سمارت تي في او اي جهاز اخر من نوع ديال سمارت تي في. كيكون عندك حساب واحد يمكن لك تجري به ولا تسير به مجموعه ديال الاجهزه ديالك. اذا خليوك معايا، غادي نوريك كيفاش تدخل حتى الحساب ديالك لهذا الجهاز هذا، باش يمكن لك تحمل التطبيقات. اذا ننتظر، عفوا نلتقي بعد لحظات. اذا مرحبا بكم من جديد، نتوجه الان باش نوريكم كيفاش ندخلوا الكونت ديالنا ديال سامسونج اللي نكونوا فتحناه وتسجلنا عبر موقع samsung.com. التسجيل ديالو بحالو بحال اي موقع من المواقع، يمكن لك تسجل في يكون عندك فقط حساب سواء ايميل او جيميل كما قلت لكم من قبل. اذا غادي نتوجو كيفاش اننا ندخلوا الكونت ديالنا ديال سامسونج، باش انه يمكننا نحملوا التطبيقات من المتجر ديال هذا التلفاز هذا. اذا نتجه من المنيو بارامتر، ثم نتوجه الى جينيرال كما كتشاهدوا امامكم
مباشر على جهاز التلفاز. ثم نتوجه إلى الخاصية الثانية جيستيونير سيستيم. إذا ندخل على بركة الله كما كتشاهدوا معنا، لأنه إلا بغيتي تعدل على الساعة ما كانتش محققة عندك كل شي حاجة، لأن ندخل الخيار هذا الخيار هذا الخيار الثاني ديال اللور، الخيار الثالث هو الاسم ديال التلفاز ديالك. إلا بغيتي تغير الاسم مثلا تغيره، أنا الاسم ديالي كان في الأول هذا وغيرته لسامسونج ان يو نيو. اذا هذا هو الا بغيتي تغير الاسم ديال الجهاز ديال التلفاز ديالك. عندنا هذه الخاصيه هذه ماشي اللي عندنا بها الغرض، عندنا غرض بهذا الكونت سامسونج. هذا هو اللي قلت لكم على انه ندخلوا لهذا الكونت هذا وكنديروا الكونت ديالنا. ها هو انا سبق اللي عندي فيه دو كونت، كندخل بهذا الكونت هذا تي نو 928. اذا هذا هو الكونت ديالي. الا ما كانش عندك كتجي لهذه الخاصيه هذه اجوتي ان كونت، هنايا كتدخل كري ان كونت. ها هو كتدخل بشكل عادي، ننتظر قليلا على حسب الانترنت. اذا كندخل مباشره وكندير اكسبتي وكنسجل، كندير في الخانه الاولى الايميل ديالي اللي عندي اللي غادي نسجل به اول مره، وكذلك غادي نختار مودو باس، مودو باس جديد ديالك. اذا بعد الخيار غادي تدوز تمر سويفون وهكذا حتى غادي تسجل فيه بشكل عادي جدا. ومنين تبغي تدخل غادي تدخل، غادي نرجعوا دابا حاليا حنا ما غاديش نسجلوا، غادي تدخل بكونيكسيون، غادي تجبر هذه الخاصيه هذه، يعني انه عندك كونت ديال سامسونج غادي تدخل لهنايا عادي وغادي دير الايميل او الجيميل ديالك اللي دخلتي به في سامسونج والمودو باس باش تسجلتي، وغادي دير كونيكسيون هي هذه الخاصيه الاولى، وغادي تدخل بشكل سليم للمتجر ديال سمارت تي في ديال اجهزه التلفاز ديال سامسونج. اذا هذه هي كيفاش انه تدخل وتسجل في الكونت، يكون عندك كونت ديال سامسونج باش تستعملو في الاجهزه، في الاجهزه جميع اجهزه سامسونج. يمكن لك تستعملو كذلك في الهاتف ديال سامسونج، الا كان عندك الهاتف ديال سامسونج ومسجل بكونت ديالو يمكن لك تستعملو هنايا، تدخل بشكل عادي في كونيكسيون كما قلت لك. اذا غادي نضغطو فاش كتدخل اول مره، غتضغط هنا الا بغيتي تدير كونيكسيون. انا قلت بانه عندي كونت، وبالتالي على انه الا دخلت للمتجر غادي نجبر الكونت ديالي كاين، وما غاديش كل مره نعاود نكتبوه ولا هذا، كيبقى مسجل على الجهاز ديال التلفاز بشكل دائم، يعني مره واحده كتخدمه وتاكتيفيه وكيبقى دائم الا ما درتيش الغينيزياليساسيون ديال الجهاز كامل. اذا هذا باختصار كيفيه وضع حساب سامسونج على أجهزة تلفاز سمارت تي في ديال الشركة، باش يمكن لك تبقى تحمل تطبيقات من المتجر الخاص بهذا الجهاز. نسترحوا قليلا وغادي نوريكم دابا نمروا للمرحلة الثانية، هي كيفية تحميل تطبيقات من هذا من متجر سامسونج. إذا نلتقي بعد قليل. كما كتشاهدوا في الأسفل هذو هما التطبيقات، هما كندوزهم واحدة بواحدة، هذو هما التطبيقات ديال المتجر ديال سمارت تي في ديالنا. غير واحد الملاحظة بسيطة، أنا بغيت نقول لكم على أنكم ملي غادي تشعلوا التلفاز لأول مرة غادي توجدوا مجموعة ديال التطبيقات هي منصبة مسبقا، يعني مصوبة أوتوماتيكمون من عندهم من المصنع، على انهم دايرين لك مجموعه ديال التطبيقات ديالهم، الكثير من التطبيقات وما يمكنلكش على انه تزولها، يعني هذا هو السلبي فيها. الا كنتي ما كتستعملها شيء مثلا مجموعه ديال التطبيقات ما كتستعملهمش، يصعب على انك باش تزولهم، في حين انه البرامج اللي غادي انت غادي تحملهم على الجهاز ديالك ممكن الا كنتي ما كتستعملهمش ولا ما غاديش تستعملهم ممكن لك ديزانستاليهم، يعني تسوبريميهم وتزولهم من الجهاز ديالك. هذا هو الفرق بين التطبيقات اللي كتجبرها موجوده من المصنع ديال التلفاز وبين التطبيقات انت اللي كتحملها. اذا نمر على بركه الله الى هذه هي كما قلت لكم البرامج، نمر على بركه الله للتحميل، تحميل
التطبيقات. اذا كنمروا هذا الشريط هذا كما كتشوفوا حتى كنوصلوا للابس هذه بطريقه مختصره جدا كما كتشاهدوا امامكم. هذا الابس انا وقفت عليها كنضغط عليها مباشره وكنخرج للتطبيقات اللي هي كنخرج للمتجر، اللي غادي نحملوا منه التطبيقات اللي بغينا حنايا. اذا كما كتشاهدوا في الاعلى ها انتم كما كتشوفوا هنايا فين دائما كنستعمل الازرار. الى شفتوا في التحول، من الاسفل هذا كنستعمل هذه الازرار هذا، ومن الجوانب كنستعمل هذا غير باش تميزوا بالنسبه للناس اللي جداد في هذا، على انه انا كنطلع بهذا غادي نهبط من هذا وغادي نطلع بهذا. انا طلعت غير باش نوضح لكم هاد الحساب ديالنا حنايا اللي كنا درنا، اللي قلت لكم كيفاش تديروا الحساب ديالكم في السامسونج هو هذا. اذا هذا هو الحساب ديالنا، هو اللي غادي يسمح لنا بالتحميل ديال مجموعه ديال التطبيقات. اذا هذه هي الا بغيتنا نكتشفوا لي فافوري ديالي ديال التطبيقات اللي محملها تقريبا انايا شخصيا. اذا غادي ندخلوا، غادي ننتظروا قليلا على حسب السرعه ديال الانترنت. هذه هي مجموعه ديال التطبيقات المتواجده على المتجر. يمكن لك تحمل اي تطبيق بسهوله، تختار اللي بغيتي. ها هما التطبيقات، اي تطبيق عجبك. غادي ندخلوا مثلا الديلي موشن. ديلي موشن هذا هو التطبيق. قبل ما انستاليه كنقرا الاشياء المتعلقه به، ليش كيصلح التطبيق. هناك مجموعه من الشروحات، وفي هاد ثلاثه النقاط هذه اللي كتشوفوا امامكم هي دي فين مكتوبه بلوس، غادي نضغط تما وغادي ندخل. غادي ندخل هنايا كيعطيك المزيد من التوضيحات وحتى الميزاجور ديال التطبيق فوقاش كانت. بالنسبه لهذا التطبيق هذا اخر ميزاجور كان في 3/2020 ولا فيرسيون هي 5/3/4. اذا هذه معلومات حول التطبيق. بالنسبه هناك معلومات حول الديفلوبر يعني المطور ديال هذا التطبيق هذا، معلومات عليه، وكذلك وهذه هي الاساسيه الصلاحيات اللي كتعطيها انت شخصيا لهذا التطبيق الاولى المول التطبيق انه باش يدخل لك. هذا هي لوتوريزاسيون دابليكاسيون، مثلها مثل لوتوريزاسيون ديال لي زابليكاسيون اللي كاينه في الاندرويد. هنايا بالنسبه لهذا التطبيق هذا كتعطي لنا الصلاحيه باش يدخل لك لي زانفورماسيون، جميع المعلومات الخاصه بالشبكه ديال الانترنت ديالك، يقرا لك كذلك جميع المعلومات ديال السيستم ديال التلفاز ديالك، اكسي اون ليكتور كونتوني الى غير ذلك. اذا هذه المعلومات كلها متعلقه بهذا التطبيق الى بغيتي تحمله. اذا كنضغط على اوكي بعد ما كنشوف مجموعه ديال المعلومات الخاصه بهذا التطبيق، كنمشي للانستالاسيون. اذا كنضغط ببساطه نضغط انستالي كما كتشوفوا على الشاشه على اليسار. النسبه ديال التحميل 50 60 70 80 90، وهو ده 100% دابا اكتمل التحميل. وكندير اوفري، كتظهر لي مباشره في الجهه العليا على اليمين. كنضغط اوفرير بالكوموند ديال او بالريموت كنترول ديال الجهاز ديال سمارت تي في. وهو ده التطبيق الاعزاء. هذا هو الشرح اللي خصصته لهذا اليوم هذا، على انني باش نوريكم كيفاش تفتحوا حساب ديالكم على الكونت ديال سامسونج باش انكم تيليشارجيو هذه التطبيقات هذه وكيفاش تتعاملوا معهم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم على أنني غادي نخصص لكم كيفاش أنكم ديزانستاليو ولا تزولوا التطبيقات اللي ما عندكم بها غرض، خاصة اللي كنتو جربتوها اللي تيليشارجيتيوها نتوما وحملتوها على هذا الجهاز هذا. نوريكم كيفاش انه الى ما عجبتكمش انكم تزولوها باش تخليوا الجهاز دائما خاوي وديروا التطبيقات اللي كتعجبكم اللي تبقى دائما فيها. اتمنى ان ينال الشرح ديالي الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر ديال الاعجاب، وكذلك اشتراك في القناه للتوصل بكل جديد على القناه ديالنا. دائما تحت شعار سهل ماهل اجي تعلم مع سرحان برو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.